تربية الناشئة والصغار والأطفال وغرس عقيدة أهل السنة فيهم من تبجيل ولاة الأمر وبيان أن هذا الأمر أمر دين وليس نفاق ولا مجاملة، بل إن استتباب هذا الأمر وغرسه في نفوس الناشئة والطفل منذ نعومة أظفاره ينشأ هذا الطفل وهو محب لبلده، محب لوطنه، ساع في جلب كل ما يكون فيه نفع لهذا البلد، ما فيه مصلحة لهذه الدولة. اجلس مع أبنائك، اجلس مع بناتك، قل له يا بني تسمع اسم زايد واسم راشد وأبناءهما، وتسمع أسماء حكام هذه الدولة المباركة، فادعوا لهم يا أبنائي، ادعوا لهم يا أبنائي، ادعوا لهم يا بني، ادعي لهم كذلك يا ابنتي، ادعوا لهم بالخير والهداية والرشاد، فإنهم بعد فضل الله وجوده وتوفيقه وإحسانه بنوا لك أنت يا بني وبنوا لك أنت يا ابنتي، بعد فضل الله بنوا لكم هذه الدولة التي تنعم اليوم بخيراتها وتتفيأ بظلالها.